السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف رقم تليفون سفارة الجزائر في السنغال أو رقم السفارة الجزائرية في السنغال. رقم التليفون هو 00221 33 84 95 70. يبقى تاني، رقم سفارة الجزائر في السنغال أو رقم السفارة الجزائرية في السنغال 00 22 133 84 95 700. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.